ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض برضو عصير مفيد جدا جدا للاطفال. يعني ليكوا بعد الفطار حلو، بس هو للاطفال اكتر. يمكن يعني بعد الفطار احنا بنحب الحاجات السايله اكتر من اللي مثلا موز او مانجا او الكلام ده، بنحب بقى الكركديه، التمر الهندي، السوائل اللي عامله زي الميه دي، انما دي لا، للاطفال احسن كتير جدا. فاحنا هنعمل لهم النهارده موز بالفراوله بالزبادي بالعسل. شوفوا كلها حاجات مغذيه جدا، يعني الطفل لو خد منها كوبايه طول النهار لغايه الفطار ما يقولش لا. فهناخد كده موز، بسم الله الرحمن الرحيم، وعسل نحلي كمان تحل بيه بقى افيد من السكر. وناخد فراوله، بسم الله، فراوله في كيس من الفريزر. انا عارفه مفيش فراوله دلوقتي، بس احنا مخزنين بقى كميه مع بعض ولا ايه؟ وزبادي بدل اللبن او الميه، زبادي طبعا مفيد جدا جدا. وعسل النحل، حط معلقتين كبار من عسل النحل. طبعا طاقه كبار هيتشاوا لما يقولوا بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بس نساعده، بس ساعده صغننه، مش هزوده ميه ولا حاجه علشان يبقى ايه زي الزبادو كده. لا ده عصير، عصير بالزبادي، زبادي خلاط. ماشي. ادي كده زبادي الخلاط اللي بيقولوا عليه، اللي عملناه بالفراوله والموز وعسل النحل وزبادي. وبصوا الاكل احنا عملناه بقى النهارده، عملنا الجلاش اللي بالفراخ، وعملنا طاجن او طواجن الفريك اللي بالكبد والقوانص، وعملنا تشيز كيك بالبلح او التمر، وعملنا كمان مهلبيه بالشوكولاته. وادي العصير اللي بالزبادي، ادي كده وكده.